مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم مليون حكاية. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نتناول سيرة المطربة اللبنانية الأصل المتبغددة نهوان. هي فنانة اللبنانية، ولدت في عام 1933، اسمها الأصلي لارا كيروز، وعرفت بالاسم الفني نهوان لعذوبة صوتها، حيث بدأت حياتها الفنية مع فرقة الإذاعة الموسيقية في بيروت قبل أن تسافر إلى العراق مطلع الخمسينيات، وفيه قدمت أغاني لبنانية تميزت بلون العتابة والمجانة والموال، بالإضافة لألحان عراقية بالتعاون مع أشهر الملحنين في العراق وقتها، وقد كان الفنان رضا علي الذي لحن لها مجموعة من الأغاني اتسمت بطابع الأغنية العراقية. المطربة اللبنانية تبغددت لأنها عاشت في بغداد وسط البيئة البغدادية، فنجحت لتميز صوتها وروعة أدائها وإحساسها، فحفظ لها العراقيون أغنيتها وتباهوا بها بعد أن احتضنوها وشجعوها وصفقوا لها، لا سيما أن أغنيتها من الروائع التي لا تنسى. في السيرة الذاتية المطربة نقرأ أنها ولدت في عام 1933 واسمها الأصلي لارا كيروز، وعرفت بالاسم الفني نهوان لعذوبة صوتها، حيث بدأت حياتها الفنية مع فرقة الإذاعة الموسيقية في بيروت قبل أن تسافر إلى العراق مطلع الخمسينيات، وفي قدمت أغاني لبنانية تميزت بلون العتابة والمجانة والموال، بالإضافة إلى ألحان عراقية بالتعاون مع أشهر ملحنين في العراق وقتها. وقد لحن لها الفنان رضا علي مجموعة من الأغاني اتسمت بطابع الأغنية العراقية، فطبقت شهرتها الأفاق، وخاصة بعد أن غنت أغنية بيابا شلون عيون عندك يابا وأهل البلد ما يدرون عنك يابا، التي أحدثت قفزة كبيرة في الأغنية البغدادية. حينما غنتها في إذاعة بغداد عام 1954 فنالت شهرة واسعة بسببها، والأغنية كتب كلماتها الشاعر الغنائي الكبير يوسف الدين ولاء، ولحنها الملحن والفنان الكبير رضا علي، وانطلقت من بغداد لتسمو في فضائيات الفن العربي، فتنقلت بين مسارح بيروت ودمشق وعمان، وسجلت لإذاعات هذه العواصم مجموعة من أغانيها الملحنة خصيصا لها، كما تعاقدت مع إذاعة الشرق الأدنى واعتبرتها من بين الصفوة المختارة، ومن المطربات اللائي تعاقدت معهن، وسجلت لها شركة بيضافون عددا من الاسطوانات. اختفت عن الساحة الفنية وهي في الثلاثينات من عمرها، وتؤكد الأخبار العديدة أنها أحبت شابا برازيليا فتزوجته وباعت كل أملاكها في لبنان ووضعتها في رصيد زوجها وسافرت معه إلى البرازيل، وهناك ظهر وجهه الآخر ومعاملته القاسية لها، فحجز جواز سفرها وسيطر على أموالها، ولم تعد إلى لبنان إلا بعد وفاته في أواخر القرن العشرين. وأنها في عام 2002 منحتها عقيلة رئيس الجمهورية اللبنانية السيدة أندري لحود باسم رئيس الجمهورية العماد أمين لحود وسام الاستحقاق اللبناني، تعبيرا عن تكريم الرئيس لحود لكبار المبدعين اللبنانيين الذين ساهموا في إطلاق الفن اللبناني وتحديدا الأغنية اللبنانية لتصل إلى المراتب العالمية. وقبل سنوات قليلة أطلت على جمهورها ومحبيها في مهرجان جبيل، وأعادت أغانيها القديمة بتوزيع جديد، كما أنها في السنوات الأخيرة أصبحت مقيمة في إحدى الكنائس مرتلة في الجوقة الموسيقية. للراحلة تجربة سينمائية، حيث شاركت في الغناء في فيلم كأس العذاب مع فاتن حمامة وإخراج حسن الإمام، أطلق عليها اسم نهوان تيمنا بإحدى أجمل المقامات الموسيقية، وهو مقام النهوان لأنه كانت ذات صوت شجي يمتاز ببحة خفيفة، لكنه صوت غني بالشجن يندر أن تعثر عليه عند غيرها من الفنانة، كما أنها تمتاز بصوت هادئ مغلف بالحزن والشجن والعاطفة، وأنها تأثرت بالمطربة السورية ماري جبران وأصبحت مغنية على هدي موهبتها وفطرتها. ومن أشهر أغاني الراحلة يابا شلون عيون عنك يابا ودلل علي الدلل، وغنت مواويل الميجانة وعتابة وأين يا ليل، وهذه الأغنية كانت من ألحانها. وشاركت أيضا المطربة نهوان في حفلات غنائية على مسارح دمشق وعمان وبيروت، وغنت تعالى الورد بينادي والفل عليك تعالى واشتري وهادي وقطف بإيديك حبيبك المشراد هيحن عليك تعالى تعالى تعالى
ده أنا قلب عليك. وكذلك غنت قصيدة أين يا ليل صبابتي وأحلامي وكاسي. ويذكر البعض من أبناء ذلك الزمن أنه سمع المذيع ويعلن أن الأغنية من كلمات وألحان المطربة أن هوان، لكن الأستاذ فاضل خالد والحافظ الكثير من الذاكرة الفنية العراقية يقول أن المذيع في إذاعة بغداد قال بأنها من ألحان المطربة نهوان في العام 1954، فيما يؤكد البعض أن القصيدة للشاعر والفنان الراحل مظهر أطمش طيب الله ثراه العراقي الذي عاش سنوات طويلة في مدينة كربلاء مدرسا لمادة الرسم في ثانوية كربلاء للبنين. فيما يقول العراقي رازن شوبو أن قصيدة أيدا يليل هي للشاعر والأستاذ البشبيشي من مصر، ودرس اللغة العربية في العراق في 50s من القرن المنصرم، وأنا متأكد منها بالمنة. وقد قال لي أحد تلاميذه الله يرحمه لقد أرسلت لنا هواند شكر وتقدير، وكان قد عرضه على طلابه بتوقعها وصورتها، وكذلك أغنية شن هو السبب يا زين وأغنية زينة الزينة والله سوق بها طيار ويا مجنة دلل علي دلل كلمات سيف الدين ولائي وألحان الفنان رضا علي. وغنى كذلك يا فجر لما تطل ملون بلون الفول يا حسين دخلك يا حسين وينك رايح جلي ويرن، وأغنية سلامات سلامات يا زين، وأغنية وين ألاقي الحبيب، وأغنية قمر الحبايب، كما سجلت أغنية لرمضان بصوتها في إذاعة بغداد بعنوان يا شهر مبارك رمضان. إلى هنا نصل أيها الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامجكم مليون حكاية مع تحيات سامي المر.